السلام عليكم ورحمة الله، معكم بنواصل ومقطع جديد. إذا كنت أول مرة بتشوف قناتي فأنا نزل قصص وردة فعل وراح أشارككم يومياتي عن قريب. فإذا كنت تحب هذا النوع من الفيديوهات لا تنسى الضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، ولا تنسى تضيفني في الانستغرام، رابط حسابي موجود في الوصف ويظهر لكم على الشاشة. صلوا 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 على رسول الله. قصة اليوم هي قصة مهمة جدا ولازم يشوفها كل أب وكل أم ولازم يشوفها الجميع. هذه القصة هي عبارة عن قصة حقيقية وتم تصويرها علشان توعية الناس. القصة تدور حول هذه الأم وطفلتها. خرجت الأم من المنزل مع طفلتها وبلحظة رن هاتف الأم، وبنفس هذه اللحظة تركت الطفلة يد أمها وبدت تلعب بالقرب من أمها. انشغلت الأم بالمكالمة وكانت تنظر كل لحظة لطفلتها، بس ما كانت تتوقع الأم إيش رح يصير بسبب اللحظات اللي انشغلت فيها عن طفلتها. وبهاي اللحظات اقترب شخص غريب من الطفلة بدون أن تنتبه الأم. الأم كانت تنظر إلى الصندوق اللي تلعب فيه طفلتها وكانت تعتقد بأن طفلتها ما زالت تلعب داخل الصندوق. انتهت الأم من مكالمتها وبدأت تنادي على طفلتها. اقتربت الأم من الصندوق وكانت تعتقد بأن طفلتها تتخبى داخل الصندوق. لما وصلت الأم للصندوق تفاجأت بأن الصندوق فارغ وطفلتها اختفت، وما وجدت الأم إلا سوار طفلتها. بدأت الأم تنادي وتبحث عن طفلتها بكل مكان. الأم لغاية هذه اللحظة تعتقد أن طفلتها تلعب معها. شعرت الأم بأن الموضوع أصبح مخيف. بدأت الأم تبحث في كل مكان وصارت تسأل كل شخص في الشارع وقررت أنها تبلغ الشرطة. بحثت الأم في كل مكان وللأسف ما لقت طفلتها. راحت الأم لمركز الشرطة وطلب منها الشرطي أي أثر لطفلتها. أعطته سوارها. قالت الأم للشرطي بأنها كانت تسجل بعض الملاحظات، ولما رجعت نظرت لطفلتها لقتها مختفية. سأل الشرطي الأم عن والد الطفلة فقالت بأنهم منفصلين منذ ولادة الطفلة. الأم صارت تبكي وتقول للشرطي بأنه حياة طفلتها معتمدة عليه وتقول له رجع لي طفلتي. قال الشرطي للأم بأنه رح يقوم بالتواصل معها إذا وجد أي شيء جديد بموضوع طفلتها. رجعت الأم للبيت وظلت جالسة في الحديقة لساعات متأخرة من الليل وظلت تنظر لباب البيت على أمل بأنه ترجع طفلتها. دخلت الأم للبيت وصارت تنظر لألعاب طفلتها وهي تبكي بشدة. الصراحة الأم بهذا الموقف لا تحسد عليه، والأصعب من هذا بأنها صارت كل ما تنظر للعبة طفلتها تتذكر طفلتها وهي تلعب معها. نامت الأم وفي الصباح استيقظت وعيونها مليان دموع. ذهبت الأم مباشرة لمركز الشرطة ودخلت وسألت نفس الشرطي عن أي معلومة جديدة بخصوص طفلتها. قال الشرطي بأنهم حاليا بيحققوا في الموضوع وما توصلوا لأي شيء جديد. الأم من لهفتها على طفلتها صرخت في وجه الشرطي وقالت للشرطي مرق يوم كامل على اختفاء طفلتي ولغاية الآن ما وجدتوها، انتوا ايش قاعدين تسووا؟ بعدها قالت الأم وهي مكسورة أنا ابنتي مفقودة وتعرفون كيف شعوري الآن، وكل واحد فيكم عنده طفل يعرف شعوري. وقف الشرطي وقال الأم بأنه يوعدها وعد شرف بأنه راح يرجع طفلتها. الأم ما وقفت بكى وظلت تقول للشرطي لازم ترجع لي طفلتي. الشرطي قال للأم ثقي بي. رجعت الأم للبيت وكانت تشعر بالضيق والحزن على طفلتها وفتحت الآيباد وصارت تنظر لكل مقاطعها مع طفلتها. وباليوم التالي والأم جالسة في البيت رن هاتفها. ردت الأم فكان المتصل هو نفس الشرطي وطلب من الأم إنها تحضر حالا إلى مركز الشرطة. الأم ذهبت مسرعة إلى مركز الشرطة على أمل إنها تلاقي طفلتها عندهم، ولما دخلت للشرطي طلب منها بأنها تجلس لبعض الوقت وطلب من الأم إنها تأخذ أنفاسها قبل لا يبدأ بالكلام، وقال لغاية الآن إحنا ما تأكدنا إنها طفلتك. الأم كانت تمسك أعصابها بصعوبة. فتح الشرطي ملف بيحتوي على مجموعة من الصور وقال للأم بأنهم عثروا على جسم الطفلة وقت وفاتها قريب جدا من وقت فقدان طفلتها. هون الأم بدأت تفقد أعصابها، والمصيبة الأكبر أن الشرطي قال للأم بأنهم وجدوها مضروبة ومحروقة. الشرطي كان عنده بعض الدلائل للطفلة اللي وجدوها وطلب من الأم أن تنظر إليها وتتأكد إذا كانت لطفلتها أو لا. طلب من الأم أن تنظر إلى الدلائل وتتأكد إذا كانت لطفلتها أو لا. الأم بدأت تنظر للدلائل وهي ترجف. رأت الدليل الأول والثاني وقالت لا. الأم فقدت أعصابها وصرخت وقالت هذه الأغراض مو لطفلتي. خرجت الأم ورجعت للبيت مباشرة وبدت تنهار الأم أكثر
وأكثر. لأنها بدأت تتذكر كل لحظاتها في البيت مع طفلتها، وصارت تتخيل كيف ممكن شخص يقترب منها ويأذيها، مثل حالة الطفل اللي شافتها في مركز الشرطة. الأم تتألم وهي تتخيل اللي صار لطفلتها. باليوم التالي رن جرس البيت. الأم ذهبت علشان تفتح باب البيت. عيونها كانت منتفخة جداً من كثرة البكاء. نظرت الأم من الباب كان نفس الشرطي اللي وعدها أنه يرجع طفلتها. طلب الشرطي من زميله أن يفتح باب السيارة، وهي اللحظات كانت جداً مبكية. الله لا يجعلها تحدث مع أي شخص. ولما فتح باب السيارة نزلت فتاة ومعها طفلتها. أكيد الجميع يسأل كيف وجدوا الطفلة. هاي الأم قامت علشان تشكر الشرطي لأنها فقدت الأمل بأنها ترجع طفلتها. قال لها الشرطي بأنها لازم تشكر الشخص اللي أنقذ طفلتها. ولما نظرت الأم كان هناك فتاة مصابة. تعرفون شو القصة؟ اللي صار في الحقيقة إنه هذه الطفلة اختطفت من قبل الرجل، بس لحسن حظها بأنه هذه الفتاة شافت كل شيء ولحقت في الرجل. حاولت إبعاده عن الفتاة قبل ما يأذي الفتاة، وللأسف هو بدأ يضرب بالفتاة وترك الطفلة، والطفلة صارت تصرخ بأعلى صوتها. سمع رجل صوت الطفلة وصار يصرخ على هذا الرجل، وبعدها أخذوهم للمستشفى ورجعت الطفلة لأمها والحمد لله. الأم من شكرها لهذه الفتاة ما قدرت توقف على أجريها. الأم بكت شكرا لهذه الفتاة. رسالتي للجميع، عدد الأطفال اللي قاعدين نفقدهم كل يوم لازم يقل، وهذا الشيء لازم يكون عن طريق توعية كل أب وكل أم بأن اللحظات الصغيرة ممكن تخليهم يندمون طوال حياتهم لا قدر الله. لذلك أتمنى تشاركون هذه القصة مع كل أب وكل أم ومع الجميع، ولا تنشغلون عن أطفالكم حتى لو كانت اللحظات بسيطة وحتى لو كنتم في البيت. الآن وصلنا لنهاية قصة اليوم. لا تنسون نشر هذا المقطع في كل مكان. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى دعمنا باللايك وتنشر هذا المقطع في كل مكان علشان يوصل لكل أب وأم. يعطيكم ألف عافية، والجاي أفضل. بالسلام إن شاء الله. عشق ما له أي حدود، برضاك الدنيا تبتسم. يمون برضاك الدنيا تبتسم. أمي القلب الحنون يا أغلى من نور العيون، يا يما منه غيرك يمون برضاك الدنيا تبتسم.